إذا نقعد نمشي للخرطوم، نبدأ أول رحلتنا مشاهدينا ومكتبة بوكتيو التي تعد خيارا جاذبا لمحبي القراءة واقتناء الكتب في العاصمة الخرطوم، فهي تجمع بين المكتبة لبيع وتبادل الكتب والمطبوعات النادرة ومقهى أيضا للقراءة والأدب في أجواء عائلية كلاسيكية وديكار دافئ يحفز على المطالعة، بالإضافة إلى نشاطات أدبية وثقافية دائمة. خلينا نتعرف أكثر في هذا التقرير من السودان. يعد بوكتينو خيارا جاذبا لمحبي القراءة واقتناء الكتب والنادر منها وغير المتوفرة وتبادلها، يجمع بين المكتبة والمقهى بتقديم القهوة كمحفز لرواد المكان. الاسم بوكتينو، بوكتينو انت لو جيت لاحصل الاسم بتلقى تحس انه مركب، بوك كتاب، تينو دي جاي من كابتشينو اللي هي معناها قهوة بالإغريقية، فقهوة وكتاب يعني ميكس بين الاثنين. فحتى نحن اخترنا القهوه ليه؟ بتساعد الزول اللي عايز يقرا يعني كاتموسفير كده للموضوع، لموضوع القراءه فبتبقى حاجه كويسه يعني. يعني هدفين هم نرجع الناس لانهم يقروا الكتب الورقيه وتسليط الضوء لفكره القراءه كاساس. يعني بقى في نقص شديد يعني للناس اللي بيقروا، خاصة جيلنا والأجيال اللي قبلينا بيقوا ما مهتمين بالكتاب أو ما مهتمين بالقراءة ككل، حتى الناس المهتمة مهتمة بأنها هي تقرأ PDF. فنحن عايزين نسلط الضوء لأن الناس ترجع تقرأ الكتاب الورقي والناس ترجع تقرأ في الأساس. يعني الفئة اللي احنا مستهدفينها الفئة اللي هي ما بتقرأ أصلا أو ما مهتمة بالكتاب، عايزين نوريهم أهمية الحاجة دي في المجتمع وكيف أنهم بطريقة بسيطة يقدروا يرجعوا للحاجة دي وتفيدهم. لا تقتصر المكتبة والمقهى على توفير الكتاب والمكان فقط، بل تقدم أيضا قسائم اشتراك مجاني وتساعدهم أكثر في الحصول على نسخ ورقية من الكتب بعد انتشار الكتب الإلكترونية. جزء من احتياجاتي وجزء من كإنسانة بحب أقرأ هو فكرة ظريفة. في العادة الناس اللي بيكونوا عايزين يقروا ويشروا وكذا عادي أزول بياخد كتابه هو معاه ويمشي كوفي شوب أو كذا، وطبعا ممكن تكون البيئة ما كويسة لأنه جوطة أو إزعاج أو كذا. فكرة مبتكرة وجميلة وجديدة على مستوى الكافيهات هنا في السودان، بس في بعض المآخذ ممكن الناس تطور فيها لقدام، لكن فكرة إنه قهوة وكتاب فدي فكرة كويسة جدا. ممكن أعمل ريسيرشز بسيطة لأنه مسموح لي أنه أنا أقعد زمن طويل وأشيل النوتس اللي أنا بحبها والنوتس اللي أنا عاوزاها، أجيب معي دفتري، الأقلام متوفرة كده، يعني أنا قادرة أشيل الحاجة اللي أنا عاوزاها. قبل كده كنت بتكلم مع صاحبتي قلت لها يا ريت لو يكون في مقهى ويكون معاه كتب، يعني باعتبار أنه الحاجة دي لها تأثير وطابع جميل يعني عند القارئ بصفة عامة. بوكتينو هو نموذج جديد للاستثمار في مجال المكتبات والحقل الثقافي بصورة عامة ضمن مشاريع القطاع الخاص الصغيرة الناشئة، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها صناعة الكتب وتسويقها وارتفاع أسعارها في السودان.